في ذات السياق، التصريح الإيراني يقول بأن إرسال هذه المدمرة البرز إلى البحر الأحمر يأتي لتأمين الممرات الملاحية على حد وصف الخارجية الإيرانية. هل هذا سوف يصعد من حدة التوتر في منطقة باب المندب والبحر الأحمر عموما مع هذا التكتل الذي دعت إليه واشنطن لحماية الممرات المائية؟ في مقابله أيضا دعت طهران إلى تشكيل أيضا تحالف مماثل يقابل هذا التحالف الذي دعت إليه واشنطن. إلى أين يعني قراءتك للمشهد تحديدا في البحر الأحمر والنزاعات؟ هل سوف تزداد أم يبقى ضمن المناوشات والتحركات من هنا أو من هناك؟ يعني هذه الممرات غير مغلقة، وهي حسب القانون الدولي ممرات ملاحة دولية. تحرك السفن العسكرية بالقرب من الشواطئ الإقليمية أو المياه الإقليمية لكل بلد يحدد حسب قرارات سيادية من هذا البلد. إيران في الأساس هي بالقرب من مضيق هرمز، تريد الآن من استعراض القوة هذا والاقتراب من البحر الأحمر أكثر من باب المندب، وهو مضيق استراتيجي، القول بأنها قادرة على أن تكون هي من يضمن حرية الملاحة. بمعنى أو بآخر، منذ أيام الشاه إيران تعتبر نفسها شرطي إقليمي، وهي تصر على لعب هذا الدور. واشنطن هي التي تلعب هذا الدور حاليا جيئها في حرب الكويت في عام 1991، ومنذ ذلك الحين واشنطن هي القوة المهيمنة في المنطقة. إذن في الماضي حاولت إيران ذلك خلال حرب العراق إيران، حاولت من خلال حرب النقلات وغيرها أن تقوم بتعطيل الملاحة، وكانت النتيجة صعبة بالنسبة لإيران. تراجع الجانب الإيراني تحت الضغط العسكري.